مش عارف تتنفس. اول خطوه لازم تعملها تندى الحقوني. كلمه الحقوني دي اول واحده. حقوني. ثاني غلطة هنا انك ما تطلعش ايدك بره المويه، تفضل تعمل كده. كل ما تطلع ايدك بره المويه وتفضل تفرط هتقع تحت المويه. اعمل اي حركة دافع بس تحت المويه. ما تقدرش تعمل اي بره كده واي حركات وخلاص، لا. تحت المويه وافضل افرط. بص عليا اهي. بفرط اهو. أو تاني حاجة بقى افضل انده على الناس، الحقوني الحقوني. تفضل ايه؟ تنده بصوت عالي جدا، الحقوني. غير كده مش هتعرف تنقذ نفسك. طب ماشي، دلوقتي بقى لو انت بتعرف تعمل بابلز، بتعرف تعمل فلوتنج على المية، يعني بتعرف تنام على المية، الحركة دي هتنقذك جدا 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 لو انت وقعت في بحر او حمام سباحة ما بتعرفش تعوم، بس اتعلمت الحركتين دول بس. وارد ان يحصل كده مع اي حد. بص عليا هنعمل ايه؟ أول حاجة هتعملها هتفضي بابلز وتطلع وتنام على ظهرك. سيب نفسك خالص في المية وافضل اتنفس على قد ما تقدر. يبقى أول حاجة إن أنا أفضي بابلز كده، أرجع براسي وأفرد جسمي كله على الأرض. دي أول حاجة لازم أعملها لو أنا وقعت في أي بحر او اي حمام سباحه ومش حواليا اي حد. وافضل بقى انده بقى على صوت عندي الحقوني. كلمه الحقوني دي لازم تقولها، تعلي صوتك جدا فيها. بص عليا انا بعمل طاف. لازم تتنفس. لو انت بقى بتعرف تعمل ضربات رجلين